السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة يا رب، ويخلي كل أيامكم هناء وسعادة يا رب. المهم جماعة الخير، أنا حبيت أطلع اليوم أحكي لكم أنه زي ما شفتوا طبعا امبارح الخبر اتأكد موضوع أنهم لغوا أي إشي تقدم للقرعة. فجماعة الخير، موضوع بدوش أي سؤال، اعتبروا كل اللي قدموا قبل هيك انه تقديمهم لاغي، فبترجعوا بتقدموا من جديد ولا كأنكم قدمتوا، والكونفيرميشن نمبر اللي حصلتوا عليه في الاول رجع اتلافوا عشان ما تخربطوش لما تيجوا تشيكوا على النتيجة. فكل اللي قدموا في الفترة الاولى جماعة الخير تقديمهم لاغي. ما حد يحكي لي انا قرأت انه اللي بيقدم أكثر من مرة بلتغي طلبه، لا، هم ها المرة هاي صار حالة استثنائية، صار في خربطة عندهم بالسيستم، صار في عندهم مشكلة ولغوا كل التقديمات وفتحوا التقديم من جديد، فكل واحد يرجع يقدم طلبه من جديد وبدون أي مشاكل، عادي زي ما قدم بالمرة الأولى بيقدم بالمرة الثانية. كويس. هلا بالنسبة لهل بقدر أقدم أكثر من طلب، لها معروف يعني جابتها ما حدش يقدم أكثر من طلب، هسا فترة جديدة اعتبروا هذيك الفترة راحت ونلغت ولا كأنها كانت، اعتبروها كانت تجربة. الآن إحنا بفترة جديدة بترجعوا تسجلوا بالطريقة الصحيحة مرة أخرى. هلا بالنسبة ل إيش كنت بدي أحكي، والله كنت بدي أحكي شيء مهم. بالنسبة ل خلاص شو في اسئله. بالنسبه للناس اللي قدموا عن طريق مكاتب، كويس، ودفعوا فلوس وبعدين هلا التغى التقديم، اذا انت بتفهم، انا يعني سالت واحد من هالمكاتب هاي يعني هيك بس هيك يحب فضولا مني، يعني قلت له شو بالنسبه للناس اللي سجلوا والتغت هاي، كيف يعني بدك تدفعهم مره اخرى؟ فهو جواب دبلوماسي صراحة، حكى انه زبايني مش راح ادفعهم. طبعا في ناس باخذوا حسب كل بلد، يعني باخذوا 10 دنانير، 15 دينار، يعني بحدود خلينا نحكي 15 دولار ل 20 دولار على الشخص. فاذا انت كنت من الناس اللي دفعوا لحدا عشان يسجل له، وبما انه التغت القرعة فهو التغى التسجيل تبعك يعني، فبترجع عليه وبتخليه يسجل لك مرة أخرى من دون ما تدفع ولا إشي. وإذا بده يدفعك، إذا بده يدفعك مرة أخرى يا سيدي لا تسجلش عن طريقه، تعال أنا بسجل لك إياها ببلاش. أوكي، هاي دعوة لأي واحد دفع فلوس عشان حدا يسجل له وما رضيش يرجع يسجل له مرة ثانية ببلاش، أنا يا سيدي تعال عندي أسجل لك ببلاش. أوكي. طبعا إذا لاحظتوا، إذا بترجعوا بالفيديو اللي أنا حاطط عليه التعليمات أو كيف طريقة التسجيل، يوم أنا أصلاً استغربت بحكي هاي جديد الشغلة عاملينها، على ما تيجي تختار بلد الأهلية بالسؤال السادس خصوصاً تبعون أهل الضفة وغزة، لما تيجي تحط يا أخي بيطلع لك مباشرة البلد اللي لازم تعتمدها، وكنت أفكر في الأول بتخليها ياس، بعدين طبعاً لما تخليها ياس تكون طالع لك ايجيبت بس بتكون مضللة، فبترجع لما انا ما جربتش اضغط انه كونتينيو، لانك لما تكتب يس يعني انت بتعتمد البلد الميلاد، وبلد الميلاد اصلا لما كنا حاطين غزة او ويست بانك هذا الحكي مش صحيح، يعني المفروض انه اكتب نو، بعدها اكتشفت انه اكتب نو، فشكلها هاي المشكلة، لانه ذكروا انه المشكلة كانت في بلد الاهلية واعتماد بلد الاهلية، فوجدت عندهم مشاكل فقاموا غيروا السيستم، عملوا له ريست وزبطوه ورجعوا، الآن راح يبدأوا من جديد لتسجيل القرعة جماعة الخير 18 الشهر، والنهاية ب 22/11، أعتقد أنه صارت واضحة شوي. خلينا نشوف هسه الناس اللي بتحكي علي، أول واحد متابع على يسعدك، والله الشباب ما شاء الله 1 2 3 جايين ورا بعض. كارلو السلام عليكم، احنا عندنا في مصر مستوى التعليم 5 سنين، ابتدائي 3 اعدادي 3 ثانوي، صناعي يبقى اختار اي تقديم، هاي سكول ولا فوكيشنال سكول؟ شكرا يا كارلوس. اذا انت مخلص ثانوية، لانه هسه في اشي اسمه ثانوي
تابع للحكومة ثانوي صناعي، وفي ثانوي تجاري، ثانوي علمي، ثانوي أدبي، هذا اسمه ثانوي كويس. لكن في ناس خلصوا بعد الإعدادي واتجهوا إلى مدارس مهنية، هذاك اللي هو الفوكيشنال، هذاك ما لناش دخل فيه. صباح الخير خالد، صباح الخير هيثم، ازيك ابو سام؟ والله انا بخير الحمد لله. علاء شكلك مريض ابو سام. امس لا والله سيدي العزيز، انا اصلا كنت نايم وصحيت فجاه لقيت حالي بوصل الاولاد للمدرسه، فمن جابلي كنت احكي لحظه شباب. الو هو ذس ان سيستر. Yes, 8:30. I'm telling you at 8:30 on Thursday. 8:30. Yeah, that's fine. Yes, on Thursday at 8:30. Okay, bye. استيعاب بـ15%. طيب بالنسبة آخر موعد للتقديم أصبح يوم كام هيثم؟ آخر يوم موعد للتقديم ب متى؟ 22/7 22/11 yes. صباح الخير معلم، يسعد صباحك يا محمد ابو ناصر باسم ابو يسام. دلوقتي انا عايز اقدم لواحد سوداني بس هو مولود في السعودية، ايش اختار البلد؟ مش عارف ايش احكي لك، اقسم بالله انا مش عارف ايش احكي. موضوع البلد هاي انا عقدتني. اسمعوا جماعة الخير، والله انا مش عارف كيف، يعني بدي اكتبها هيك بتعرفوا، بدي اكتبها ببوست هيك كبير واحطها بالبنط العريض واكتب يا جماعة الخير. اول اشي مكان الاقامة والجنسية ما الو اي علاقة في سؤال تبع بلد الاهلية كويس. في سؤال بيحكي لك انت وين مولود، بتسجل انت وين مولود. سؤال بيحكي لك انت وين مقيم، بتسجل انت وين مقيم. يعني ما حدا يحكي لي انا من مثلا خلينا نحكي من مصر لكن انا مقيم بالسعودية وبدرس بالامارات، طب وين اسجل، انو بلد فيهم اسجل، ملهاش دخل. ان شاء الله لو بتسجل مقيم عندي، اذا ما عندي عندي هون في امريكا ملهاش دخل. انت وين مقيم بتسجل وين مقيم، وين مولود بتسجل وين مولود. هلا السؤال السادس اللي هو بلد الاهلية هو المشكلة الكبيرة. قلنا لكم يا جماعة الخير كل ابناء الدول العربية المولودين في الدول العربية ما حدا يصيب السؤال السادس، اتركوه زي ما هو، هو مجاوب حاله من حاله، مكتوب اعتماد بلد الميلاد اللي هو البلد الأهلية يس، ومكتوب يس وانتهى الموضوع. قلت الاستثناء الوحيد فقط لأبناء الضفة، أصلا هو لما يكون مسجل مولود في وست بانك ولا مولود في غزة ولا مولود في رام الله ولا مولود في أي مدينة، في هم أصلا هن أصلا ثنتين وست بانك وغزة، اصلا السؤال لن السؤال 6 لن يقبل انه يمشي الا اذا اختار يا مصر يا الاردن. هم اصلا كانوا بحالوا انهم يسووا الشغل تلقائيا كويس. فواضحه انا جنسيتي فلبيني هندي كردي، شو ما كانت جنسيتي، حتى لو كانت من جنسيه الناس اللي مش مقبولين في القرعه، بلد الاهليه بلد الميلاد. فهمنا يا جماعه الخير؟ تقول لي سوداني مولود في السعودية، سوداني مولود على القمر، بحط بلد الميلاد اللي هي البلد الأهلية خلاص. هبدأ أنا على فكرة شكلي هيك، والله أقسم بالله بدهن ثلاث نقاط. بلد الميلاد ملوش دخل في بلد الجنسية جماعة الخير، ولا إله دخل في بلد الإقامة ماشي. بدي أكتبها هيك بوست وأحطها خلفية، وإذا جماعة الخير حدا من الديزاينرز اللي سامعيني يا ريت يخبرني، عشان أنا صراحة مش فاضي أقعد أكتب، يسوي لي شغلة هيك هيك خلفية ديزاين، يكتب ثلاث نقاط: بلد الأهلية ليس لها علاقة لا بالجنسية ولا في مكان الإقامة، بلد الأهلية السؤال السادس اتركوه ما حدا يلمسه، والله ما حدا يلمسه، هو بخير وسلام طول ما أنت ما لمسته.
واحد حكى لي يعني شوف بعد ما حكيت بيجي واحد برجع بيحكي لي طب انا كتبت نو انا مولود مثلا مولود في الاردن والسؤال السادس كتبت نو ورجعت اخترت الاردن طب ليش يعني ما هذا الذكاء الخارق هو السؤال بيحكي لك اعتمد بلد الميلاد اللي هو بلد اللي انت ولدت فيه وانت مولود في الاردن بتختار بلد الاهلية بتحكي لهم لا انا ما بدي اختار البلد الميلاد الاردن بس بدي اختار الاردن طب ولا وبعد ما سوي الشغل هاي بيجي بيسألني طب بتسألني ليش يعني هو نفسه بس انت حطيت نو واخترت الاردن بس ليش يعني بتلف وبتدور يعني على الموضوع خلص يا بتخليها يس كويس واقول لك ما تمديش ايدك عليها بالمرة سيبوها كل المولودين في الدول العربية جماعة خير السؤال السادس ما حدش يمد ايده عليه لو سمحت طب السلام عليكم احنا عندنا في مصر جاوبتك ايهما افضل التسجيل في الاول والاخر ما له دخل التسجيل في الاول ما لهش علاقة في التسجيل في الاخر ما لهش علاقة في التسجيل بالاول ما لهش علاقة في التسجيل بعد نص الليل ما لهش علاقة في التسجيل ولا في اي شيء ان كان هلا اذا كان اللي بيظهروا علينا على الساحة وبنشوفهم لأكم من واحد كانوا مسجلين اخر اشي فهذا ليس مقياس اللي بيفوز جماعة الخير اكثر من 100,000 بني ادم انا لم يحدث وانه 100,000 عرفوني او عرفتهم عشان اسألهم انتم متى قدمتوا بالضبط لكن اغلب الناس اللي بتابعوا معنا مثلا او بيعرفونا بتلاقيه مثلا بيقولك انا قدمت اخر يوم او واحد بيجي بيقولك انا قدمت بالاول يوم فما لهاش دخل دنيا صباح الخير ايهم افضل يعني مواليد غزة يكتبوا غزة ولا مصر عود يا حبيبي انت لما بتيجي بتكتب بالنسبة لمدينة الميلاد جماعة الخير بتكتب ان شاء الله بتكتب مدينة مش مذكورة في الكرة الأرضية كلها المهم بلد الميلاد راح تكتب غزة ستريب لما تنزع السؤال السادس بقول لك بدك تعتمد بلد الميلاد هي البلد الأهلية غزة ستريب أصلا مش من ضمن الدول المؤهلة فتلقائيا هي راح تكون مكتوب لك مصر فبتكتب نو وبتجيك مصر بعديها موجودة أو بتختار مصر هذا بالنسبة للسؤال السادس ماشي صديقنا كارلوس سألت سؤالك 3-4-5-6-7 مرات مرحبا أستاذ زياد سؤال ليش ما تسوي البث على يوتيوب تقدر من الموبايل والله هي في ناس حكولي يعني بس عشان تعرف اني انا مش هدفي مادي يعني بس ان شاء الله المرة الجاية بنحاول ثروت العريقي يسعد يا رب ايه يسعدك رب صباح الخير صديقي عثمان مساء الخير صديقي الله يعطيك العافية على فعل الخير شكرا صديقي كيف بقدر اقدم استنى شوي جماعة الخير تصور صور جديدة يعني انا نصيحتي ايه تصور صور جديدة كيف بقدر اقدم من قطر انا مقيم في قطر بشتغل مهندس يا مهندسنا الكبير يا حارث موضوع التقديم ان شاء الله وين ما كنت في اي مكان في العالم حتى لو كنت طاير في الطيارة حتى لو كنت في البحر حتى لو كنت في القطب المتجمد الشمالي او القطب المتجمد الجنوبي موضوع التقديم او مكان التقديم الان صار اونلاين ما في له علاقة انت اين مقيم ومن وين بدي اقدم يعني في ناس في عندهم اعتقاد انه لو اني رحت مثلا على الامارات قدمت من الامارات انه فرصتي اكبر او مثلا انه لو اخلي حدا يقدم لي من امريكا بتكون فرصتي اكبر ما لها علاقة موضوع استقبال الطلب من اي مكان في العالم نفسه موضوع استقبال الطلب يعتمد حكينا لكم الفوز على او كل واحد المنطقة الجغرافية يعني هم مقسمين العالم لست مناطق جغرافية بست قارات آسيا وأفريقيا وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية واللي هو أستراليا ونيوزيلندا هذول لحالهم في جماعة الخير وين ما كنت تقدر تقدم تدخل أونلاين على الموقع الرسمي وبتقدم ما عندك أي مشكلة حكينا لكم في ثلاث أشياء الطلب ما بطلب أنت شو جنسيتك ولا إله علاقة بإيش أنت جنسيتك نهائياً طلب في مكان الإقامة وفي مكان الميلاد والأهلية طبعاً اللي هي نفس الميلاد تيم الزعبي أخبارك حجي طمني عنك هسه والله ابني تعلم شو تيم إن شاء الله صديقي خير الله طيب
صباح السنة شو خلي الناس، أنا لأني مش قادر أفتح عيني بس خلين. صباح الخير أخي، ما مدى صحة على إيش؟ نعم الأخ اللي كاتب إنجليزي عربي، نعم يعيد التسجيل مرة أخرى. سؤال، أحتاج قد أحتاج فلوس بعد دخول أمريكا تقريبا أن نحصل على عمل؟ قد ما تقدر. والله يا هذا السؤال يعني، هلا في ناس ب$1000 تقدر تعيش حالها، يعني بدل ما تشتري سندويش ب$10 بتلاقيها بتروح بتشتري خبزة وبتشتري أشياء هاي يعني بال$10 بتكفيها يمكن يومين وثلاث. وفي ناس بفطر ب$10 وبتغدى ب$10 وبتعشى ب$10، فما تحكيليش كم أحتاج فلوس. يعني لو حكيت لي بدي أجي ب$500 بدي أقول لك أكيد مش راح يكفوا، لو حكيت لي بدي أجي ب$2000 مش راح أحكي لك بكفوا ومش راح أحكي لك ما بكفوا يعني. بس قد ما تقدر تجيب جيب، يعني انت مسموح لك او مش مسموح لك، هو بتقدر تجيب 10,000 من دون حدا يسألك اشي يعني، فجيب. معصب وسام شكلك لسه ما شربت قهوتك. والله المشكلة ان انا مش من عشاق القهوة يعني، عشان بس انا راح ارجع اروح ارجع انام. مش انا مش معصب جماعة الخير، بس عن جد في احيانا اسئلة يعني. شوف انا ايش اللي بيضايقني، لما انت بتكون شارح فيديو وحاطه اول اشي بالصفحة، يعني اي حد بيفتح الصفحة من على الفيسبوك بيلاقي اول فيديو مكتوب طريقة التقديم الصحيحة للقرعة العشوائية، بتلاقي لك سؤال اجاك على نفس الفيديو او بتلاقي سؤال اجاك مباشرة كيف اقدم القرعة؟ طيب. بتلاقي على نفس الفيديو بكونش حضرها، بتلاقي على نفس الفيديو بيقول لك طب انا معي جنسيتين اي واحدة فيهم معك. مش معصب بس بضحك انه احنا لا نبحث. انا بحكيش عن الكود طبعا، في ناس ما شاء الله عليها صارت تسا تقدر انها تجاوب هاي الاسئله اصلا اللي بتنطرح يعني. انا بشوف في ناس بتجاوب يعطيهم العافيه، بس انه هو خلينا نحكي بسموها المضحك المبكي. طيب الله يعطيك العافية يا أخوي، يا ده جودك، شكرا صديقنا. ليش نطيت عن تعليق أبسام تيم الزعبي؟ والله ما نطيت عن تعليق يا زلمة. تيم جماعة الخير من الناس اللي حابب يعرف أكثر عن الحياة في أمريكا ومش فاضي يحكي عن القرعة. أنا يا تيم يا صديقي يا حبيبي، كل شيء بوقته. هسا إحنا اليوم او من امبارح او من يومين الموضوع او الشغل الشاغل في موضوع القرعة، الان موضوع انهم لغوا التقديمات الاولانية وهسه بدهم يحكوا على التقديمات الجديدة. احنا الان في موسم، شفت كيف؟ موسم قطف ملوخية، موسم هسه موسم الزيتون وموسم الاشياء هاي، كل الناس اللي في المزارع او اللي في القرى ايش بيشتغلوا؟ بيشتغلوا في الزيتون. فانا هسه بشتغل بالقرعة، بس تخلص التقديم بنبلش لك في موضوع الحياة في امريكا يا صديقي. طيب يا اخوي، هسه انا في السعوديه، بتنصحني اذا فزت اخلي المقابله الاردن عشان اخلص من موضوع الضامن والكفيل؟ عوني عبد الله ابو، انت لازم فهمني صح. نعم خلي المقابله. هلا شوف، هو بالسعوديه بطلوا يعني برضه نفس الاشي، بطلبوش كفيل، بس انا صراحه اللي بتعرفه احسن من اللي ما بتعرفه. فالاردن بطلبوش كفيل، فانا بنصحك تسويها من الاردن بما انه هو اصلا بلدك، مش راح تلاقي فيه مشكله انك تدعمه. بخاف السؤال يعدي منك فاز. كارلوس بخاف ان السؤال يعدي مني فبسأل كذا مرة، فان شاء الله اني اكون اجبتك صديقي. بالنسبة للقدم قبل 7 لازم نصوره من جديد؟ لا هلا، لا لا يا ابو ابداح. هذا السؤال منك انت بالذات، انت لازم بدي احطك مستشاري يا رجل، شو مالك؟ لا يا جماعة الخير، الصورة لازم تكون عمرها 6 شهور، كويس؟ فاذا نفس الصورة اللي قدمت فيها المرة الماضية تقدم فيها. طريقة تعديل الصورة لو سمحت. أنا شكلي بدي أعمل فيديو على الموضوع. عبادي يعني هسا أنا لو شرحت لك إنه بتعدل الصورة هيك، بتنطها هيك. مو صديقي طريقة تعديل الصورة مزبوط الشيء اللي أحكي لك إياه حكي.
لكن انا بنصحك نصيحة، ادخل على اليوتيوب اكتب عليها طريقة طريقة ضبط صورة القرعة. يعني صارت، يعني بتذكر انا مرة نزلت فيديو في الزمانات، ما كانش في حدا منزل اي فيديو عن موضوعها، لكن اكتشفت انه في ناس كثير صارت تعمل فيديوهات على موضوع القرعة، فصاروا يذكروا موضوع الصورة، ففي فيديوهات فيها بتشرح يعني بطريقة مفصلة. برنس من وين جاي طولة البال اللي عندنا؟ مش عارف والله. طيب الزعبي والله جد معصب. لا هي زعبي خلاص، انا اذا معصب خلاص هسه انا بنسحب. صبحك الله بالخير اخونا وحبيبنا وسام، اول مرة الحق الله، بس للأسف انا في العمل. سلام لك خاص من مكة المكرمة يا سيدي، سلمك الله وان شاء الله ربنا يبارك فيك. اشرب شيشة تفاح يا معلم. المشكلة انه الدنيا بدري الساعة 8:30، فهسه مش حلو. معتز ققيش يسعد صباحك صديقي، انا متزوج ولدي طفلين، هل اضع صورهم معي؟ ابي والله العظيم يا زلمه. زهير يسعد صباحك صديقي، نعم بدك تسجل. المشكله الناس عارفين ليش. زهير صديقي بس تسجل القرعة، ادخل على الصفحة تبعتي على الفيسبوك، موجود كيفية الطريقة التسجيل الصحيح للقرعة، فبتسجل حضرتك إذا معاك ثانوية وزوجتك ومعاك الأطفال تبعونك اللي أقل من 21 سنة لازم تصورهم، وحتى لو الولد عمره يوم واحد لازم تصوره. أوكي طبعا إذا بدك تسألني ليش بضحك فأعذرني، يعني أنا بضحك لأنه السؤال يعني تكرر 17 مليون مرة، ما في مشكلة هني جاوبتك إياها يعني، إن شاء الله يكون وصلك الجواب. أحمد إحنا نفوز بعدين نحكي كيف وكيف ويا الناس ما أقولكم طول بالك. إذن كيفك؟ أنا قدمت بسبعة تسعة عيد الطلب، سبعة تسعة إذن وين قدمت بسبعة تسعة إذن ما فيش تقديم سبعة تسعة. شوف جماعة الخير، في صارت مشكلة مع واحدة بصراحة، مشكلة عويصة. خليني احكي لكم ايه المشكلة بالقرعة. يعني في شركة اسمها USAFIS اشي زي هيك، هذول الجماعة بيجي بيقولك احنا بنقدم لك على مدار 10 سنوات، كويس، فقدم لنا معلوماتك واحنا كل سنة بنقدم لك، واذا فزت بنخبرك ماشي. فهذا الرجال متزوج هو وزوجته، كانوا قدموا طلب لهم على مدار كنو بعد مش عارف كنو 4 سنوات ولا 5 سنوات، انهم فازوا بالقرعة. المشكلة وين؟ المشكلة انه كان لازم يعملوا ابديت تحديث لمعلوماتهم كل سنة. طبعا تحديث المعلومات شو اللي بيصير؟ هو مش راح يتغير تاريخ ميلاده، ولا راح يتغير تاريخ ميلادها، ولا راح يتغير شكلهم بشكل كبير، لكن انهم اجاهم خلف، اجاهم ولد، كويس. فلما قدموا لهم القرعة ما قدموا ذكروا الولد. هلا هنا مشكلة كبيرة. طب ما ذكرت الولد، انا شو لازم اسوي هسا؟ تم نصحهم انهم ما يجيبوا سيره الولد ولا كانه موجود، وقابلوا بالسفاره واخذوا جرين كارد وسحبوا حالهم وراحوا على امريكا. الان وين بتصير المشكله؟ طب كيف بدنا نجيب الولد؟ هسا الاب والام وفي كمان ولد اخذوا جرين كارد، بس الولد الاخير اللي انولد المسكين ما اخذش جرين كارد، كيف بدهم يسووا؟ فالان يعني هاي مشكله من المشاكل اللي بتصير بسبب انك انت بتسجل مع ناس من دون ما تعمل ابديت او تعطي معلوماتك كاملة. فعشان هيك جماعة الخير، يا ريت اللي بيسجل عن طريق اي جماعة من هذول الجماعات انه يعمل ابديت، يعني يحكي لهم انه اجاك خلفة اجاك اولاد، انك تضيفهم حتى لو انه الولد صغير يعني مش مفتح عينيه، يعني بدك تصوره، اذا مصوروا اي صورة حطه، المهم انك انت تذكر اسمه في الموضوع. فالان هاي مشكلتها عويصة، يعني ممكن انها تمشي امورها ممكن ما تمشيش امورها. كيف يعني هسه لو قدم الطلب لم شمل للطفل، راح تفتح ممكن على حالها ابواب ويرجعوا لطلبها الرئيسي ويشوفوها انها هي اصلا مسجله القرعه من دون ما تذكر الولد، وهي صراحه ذنبها انها ما عملت ابديت، وهذولاك الجماعه قدموا بناء على المعطيات اللي عندهم. والهجره برضه ما لهمش علاقه، بقول لك احنا لازم تذكري الكل، فالموضوع يعني اتعقد شوي. فعندها حل، يا اما انها بتعمل لم شمل وتجيب الولد بهذه الطريقه وممكن تمشي الامور، او انها بتستنى بس ياخذوا الجنسيه وبعدين بس تاخذ الجنسيه بصير الولد مجنس، ولكن يعني الجنسيه مش بكره، الجنسيه بعد 5 سنين،
واحتمال برضو لما تيجي تقدم للجنسية وتجيب سيرة الولد الموضوع برضو يفتح عليهم الباب ويضطروا يسحبوا منهم الجرين كارد والجنسية. أنا ما بعقد الأمور بس أنا بعطي الاحتمالات الواردة للقصة. طيب من فضلك، لي ولد من مطلقتي وثلاثة أولاد من زوجة الحالية، هل يتم ذكر الطفل المطلقة؟ أرجو الرد. نعم سيدي، تذكر كل أطفالك يا صديقي، الله يرضى عليك. نعم تذكر كل أطفالك، حتى لو أنه هو مع مطلقتك وهي اللي بتربي فيه، لما تيجي بتقابله بالقرعة ما بدك تأخذ الولد، عادي خليه لهي. لا باركن عليك تسجل لي صديقنا أحمد حسان، أنا مش عارف كيف سجلت في 7-9 ولا ب 9-7. أحمد حسان ب 7-10. سجلت ب 7-10 صديقي، ارجع عيد هسه. خلص جماعة الخير، كل اللي سجلوا بشهر 10 التغى التسجيل، ارجع سجل من جديد. سادي انا مستعد اعمل صور للناس بطريقة الصحيحة. خلص ها يا جماعة الخير، احمد بداح تبرع بانه يزبط لكم الصور، توجهوا عليه. انا متزوج مواطن امريكي، كيف بدي اقدم معاملة هجرة؟ انا من الاردن. ليث الزعبي، اذا انت متزوج من امريكية، وين هالامريكية موجودة؟ اذا موجودة معك في الاردن بسحب حالك تروح على السفارة وبتقدم معاملة بالاردن، واحتمال تطلع بسرعة. وإذا زوجتك موجودة في أمريكا بتقدم معاملة من أمريكا اسمها I-130، بتقدمها وبس يجي عليها موافقة بتتحول لإشي بسموه ناشونال فيزا سنتر. بس تيجي على ناشونال فيزا سنتر بطلبوا منك طلبات وأشياء وأوراق يتم تقديمها، بعديها بتتحول للسفارة الأمريكية اللي بالأردن، وبعديها بتروح بتقابل، وبعديها بعطوك. طبعا لازم يكون في لك كفيل، اللي بيكون متزوج أمريكي جماعة الخير لازم يكون في عنده كفيل. موضوع بده من 6-8 شهور قضي الأمر. بخصوص نزهتكم على هوليوود، ما بها نزهتنا يا صديقي. كيف حالك يا صديقي؟ سؤال لو سمحت، هل مهنة التاجر ضمن المهن المطلوبة اللي ما معه بكالوريوس؟ لا. صباح الخير أخي ياد، بعد إذنك سؤال مش واحد مشان واحدة رفيقتي سمية. سمية فكرت سامي، فمعلش سامحين. صورة التسجيل على القرعة بحجاب مقبولة؟ نعم صورة التسجيل بحجاب ما فيها أي مشكلة، لكن يكون الوجه مبين، او لانه حكوا لانه زمان الاذنين تظهر، ما في اذنين تظهر يا جماعة الخير. فشنو اجاوبها؟ لانه انا سجلت بصورة من غير حجاب وطلعت عادي، فاذا بتعرف بالموضوع افيدنا. وطلعت عادي، عادي تتصور بحجاب ما عندها مشكلة، ويكون الوجه مبين، بس ما يعني ما تكون مغطي الجبين، تكون الوجه هيك مبين. ادخلي على الفيديو اللي حطيته اول الصفحة، موجود فيه امثلة على المحجبة من الموقع الرئيسي للهجرة. محمد وصلت المعلومة، الله فلسطين وأنا بفخر فيك، وإن شاء الله قريب نصيفك عندنا فلسطين إن شاء الله صديقي. بل بالأردن موجودة مرتي يا صديقي. شو يعني كفيل يا صديقي؟ ممكن ليث الزعبي، كفيل يا صديقي معناها أنك أنت عشان تيجي على أمريكا لازم يكون في واحد مواطن أمريكي مع جنسية أمريكية أو مع جرين كارد يكفلك، على أساس أنك ما تكون عالة على الحكومة الأمريكية، ولازم يكون في عنده دخل معين. فزي ما حكيت لك، بما انك انت وياها بالاردن بتسحب حالك وبتروح على، انا في شاب على فكره عملها بالاردن، كان بيحكي لي الموضوع يعني كلفه حوالي 1200 دينار تقريبا، لانه في طلب بدك تقدمه وباخذوا منكم رسوم. فاعطتك فكره، بس الموضوع سريع من الاردن. هل التمريض دخله كويس؟ تقدر توفر شيء في امريكا؟ محمد عمر انت بتسألني يا محمد عشان انا يعني بشتغل في المهنة، ولا انت سألت السؤال هيك يعني بشكل عام يعني، ولا كيف بالضبط؟ شكرا صديقنا سيسان. يا زلمة غير الاسم يا زلمة، والله ما طبعا انا بحكي له غير اسم لاني عارف شو اسمه، بس هو حاطط اسم ثاني. طب حطه سنان يعني عشان اعرف احكي يعني سيسان انسان ان طب حط انسان يا رجل. احمد بدي احبك احبك وابز مع سواليفك. ماشي سيدي اشكرك. مرتي بزبط ولا لا؟ هسا اذا مرتك بتشتغل بامريكا وعندها دخل كويس بتزبط يعني، بس ناس كثير مرتاتهم ما بيشتغلوش، فبضطروا يجيبوا كفيل قريب لهم هناك يعني. بس اذا محمد عمر انت مرض ممرض، انت ممرض. طيب وانا ممرض صديقي، وانا بحكي لك دخل الممرض في امريكا بعرفش، بجوز انا عشان يعني خريج جديد سنة شوي، بس انا خريج جديد انا عشان بشتغل من زمان، بس خليني اشوف لك استنى شوي.
لو بدي احسب لك انك يعني خريج جديد، بدي احسب لك في السنة قديش؟ ضرب لحظة، ضرب 1872. شوف بشكل عام الخريج الجديد، الخريج الجديد ممرض، حتى لو معك خبرة 10 سنين 20 سنة من برا امريكا، بس تيجي على امريكا هون في اول سنة سنتين بكون دخلك ما بين 70 و90 الف، ممكن توصل 100 الف، بعديها الممرض بصير دخله من 100 ل150 الف دولار. ماشي يا كبير؟ لا بتشتغل موظف بمطعم، هي مطعم بالاردن ولا مطعم بامريكا؟ عموما يعني الدخل تبع المطاعم مش دخل كبير. الدخل تبع المطاعم مش دخل كبير يا جماعة الخير، فعشان هيك ممكن تحتاج انك كفيل، فهو في شروط للكفيل، الكفيل اللي بدك اياه. ماشي يا كبير، يلا بنشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.